السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع. اليوم سوف نأخذ درس بعنوان الهمزة المتوسطة. أولا سوف أبدأ بتعريف الهمزة المتوسطة. من اسمها هي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة. إذن الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة. قد تأتي هذه الهمزة يا سابع على ألف أو على واو أو على نبرة أو تأتي منفردة إذن يا سابع الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة. قد تأتي على ألف ألف، قد تأتي على واو، وقد تأتي على نبرة، وقد تأتي منفردة على سطر لوحدها. أحسنت، أعيد. الهمزة المتوسطة سميت بذلك لأنها الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة. لها عدة أشكال، قد تأتي على صورة، قد تأتي همزة على ألف، قد تأتي على واو، وقد تأتي على نبرة، وقد تأتي منفردة على سطر لوحدها. أحسنت. سابع، لدينا في اللغة العربية أربع حركات: الكسرة والضمة والفتحة والسكون. أعيد، لدينا في اللغة العربية أربع حركات: الكسرة، الضمة، الفتحة والسكون. أقوى الحركات يا سابع هي الكسرة ويناسبها النبرة، الكسرة وتناسبها النبرة. يليها الضمة وتناسبها الواو، ثم الفتحة ويناسبها الألف، ثم آخر الحركات الضعيفة السكون. أعيد، يوجد لدينا أربع حركات في اللغة العربية. الحركة الأقوى، أقوى الحركات هي حركة الكسرة ويناسبها النبرة، ثم تأتي الضمة ويناسبها الواو، ثم تأتي الفتحة ويناسبها الألف، ثم آخر الحركات الضعيفة وهي السكون. إذن أقوى الحركات الكسرة، الكسرة تناسبها النبرة، ثم الضمة يناسبها حرف الواو، ثم الفتحة، الفتحة ويناسبها الألف، ثم السكون وهي أضعف الحركات، وهي أضعف الحركات، وهي أضعف الحركات. هذا مهم جدا في كتابة الهمزة المتوسطة. من المهم جدا أن نعرف ما هي الحركات القوية وترتيب الحركات من الأقوى إلى الأضعف. سوف أقوم بترتيبها ثانية. الحركات من الأقوى إلى الأضعف: الكسرة، الضمة، الفتحة، السكون. الحركات من الأقوى إلى الأضعف: الكسرة، الضمة، الفتحة، السكون. الكسرة يناسبها النبرة، والضمة يناسبها الواو، والفتحة يناسبها الألف، والسكون هي حركة ضعيفة. القاعدة العامة تقول يا سابع، تقول بأن الهمزة المتوسطة ترسم على حرف يوافق أقوى الحركتين بالنظر إلى حركتها وحركة ما قبلها. أي إننا عندما نريد كتابة الهمزة على ألف أو على واو أو على نبرة أو منفردة على السطر، فإننا ننظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها، فإننا ننظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها. سوف أعطي مثال على ذلك، لكن قبل ذلك سأقوم بإعادة ما تحدثت به. لدينا يا سابع في اللغة العربية أربع حركات: الضمة، الكسرة، الفتحة والسكون. الحركات من الأقوى إلى الأضعف، من الأقوى إلى الأضعف.
الأقوى هي الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون. الكسرة يناسبها النبيرة، الضمة يناسبها الواو، الفتحة يناسبها الألف، والحركة الضعيفة هي السكون. أحسنتم. القاعدة العامة ماذا تقول؟ الهمزة المتوسطة ترسم على حرف حسب حركة هذه الهمزة وحركة ما قبلها. سأوضح. بمعنى إذا كانت حركة الهمزة فتحة وما قبلها مضموم، حركة الهمزة فتحة وما قبلها مضموم، مثلا سين مضموم. بما أن الضمة أقوى من الفتحة لذا تكتب الهمزة على الضمة. بمعنى عندما نختار موقع الحركة على ألف أو على واو أو على نبيرة أو منفردة، فإننا ننظر إلى حركة الهمزة نفسها وحركة ما قبلها. سوف نقوم بشرح ذلك أكثر بالتفصيل عندما نقوم بسرد حالة كل من هذه الهمزات. الحالة الأولى يا سابع، تكتب الهمزة المتوسطة على ألف في الحالات التالية. أكتب الهمزة المتوسطة على ألف في الحالة الأولى إذا كانت مفتوحة. فإنها تكتب على ألف. إذا كانت الهمزة مفتوحة، بمعنى حركتها الفتحة، تكتب على ألف. إذن الحالة الأولى تكتب الهمزة المتوسطة على ألف إذا كانت مفتوحة. مثل سأل، الهمزة مفتوحة لذا كتبت على ألف. مسألة، الهمزة مفتوحة لذا كتبت على ألف. إذن الحالة الأولى تكتب الهمزة على ألف إذا كانت مفتوحة. سأل، الهمزة مفتوحة. مسألة، الهمزة مفتوحة لذا تكتب الهمزة على ألف. أحسنتم. ب، إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح. فانتظروا إليه. حركة الهمزة هنا السكون وحركة ما قبلها الفتحة، ونحن نعلم بأن الفتحة أقوى من السكون. بما أن الفتحة أقوى من السكون نختار الحرف الذي يناسب الفتحة وهو الألف، لذا نكتب الهمزة على ألف. عندما أريد تعليل مثلا الجملة الأولى، إذا كانت مفتوحة سألة مثلا، وأنا قمت بسؤالك لما كتبت الهمزة هنا على ألف، ببساطة أقول لأنها مفتوحة، لأن حركة الهمزة مفتوحة، أما عندما أسألك لما كتبت الهمزة على ألف في كلمة فأس أو رأس أو فأر، فإنني أقول حركة الهمزة السكون وحركة ما قبلها الفتحة، وبما أن الفتحة أقوى من السكون لذا أختار الحرف المناسب للفتحة وهو ماذا؟ وهو الألف. ذكرنا سابقا أن الكسرة يناسبها النبيرة، والضمة يناسبها الواو، والفتحة يناسبها الألف. بما أن هنا الفتحة أقوى من السكون لذا أختار أن تكتب الهمزة على ألف، لأن الفتحة حركة الفتحة يناسبها الألف. الفتحة أقوى من السكون. الفتحة أقوى من السكون. بما أن الفتحة أقوى من السكون
الفتحة أقوى من السكون، لذا أختار الحركة أو الحرف المناسب للفتحة وهو الألف، لذا أكتب الهمزة على ألف. مثل رأس كذلك وفأر. همزة، حركة الهمزة هنا السكون السكون السكون، بينما حركة الحرف الذي قبل السكون الفتحة. وكما ذكرت بما أن الفتحة أقوى من السكون، لذا أكتب الهمزة على ألف لأن الفتحة يناسبها الألف. أحسنتم. إذا أعيد، تكتب الهمزة على ألف إذا كانت مفتوحة مثل سأل، وإذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح مثل فأس. إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح، وبما أن الفتحة أقوى من السكون فإنني أكتب الهمزة على ألف لأن الفتحة هنا أقوى من السكون والفتحة يناسبها الألف. أحسنتم. الحالة الثانية، تكتب الهمزة المتوسطة على واو في الحالات التالية. انتبهوا جيدا، تكتب الهمزة على واو في الحالات التالية إذا كانت مضمومة. إذا كانت الهمزة مضمومة فإنها تكتب على واو مثل شؤون ومسؤول. تكتب الهمزة على واو إذا كانت مضمومة، هذه أسهل الأسباب، تكتب الهمزة على واو إذا كانت مضمومة. الحالة الثانية، تكتب الهمزة على واو إذا كانت ساكنة وما قبلها مضمومة مثل لؤلؤ وبؤبؤ. تلاحظون معي في كلمة لؤلؤ، همزة أو حركة الهمزة على الواو ساكنة ولكن قبلها مضموم، وبما أن الضمة أقوى من السكون أختار الحرف المناسب للضمة وهو الواو، لذا أكتب الهمزة على واو. إذا الحالة الأولى، كلمة شؤون كتبت الهمزة على واو لأنها مضمومة فقط، بينما في الحالة الثانية كتبت الهمزة على واو في كلمات لؤلؤ وبؤبؤ لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم. ساكنة وما قبلها مضموم. أكمل، وبما أن الضمة أقوى من السكون لذا أختار الحرف المناسب للضمة وهو الواو، لذا تكتب الهمزة على واو. هنا الضمة أقوى من السكون، لذا أختار الحرف المناسب للضمة وهو الواو، لذا أكتب الهمزة على واو. الحالة الثالثة، إذا كانت مفتوحة وما قبلها مضموم. إذا كانت مفتوحة وما قبلها مضموم. إذا كانت مفتوحة وما قبلها مضموم. انظروا معي، حركة الهمزة على الواو مفتوحة وما قبلها مضموم، وبما أننا نعلم أن الضمة أقوى من الفتحة لذا أختار الحرف المناسب للضمة وهو الواو، لذا تكتب الهمزة على واو. الضمة أقوى من الفتحة وأقوى من السكون، لذا أكتب الهمزة على واو في الحالة الثانية والثالثة. إذا تكتب الهمزة على واو إذا كانت مضمومة يا سابع، الحالة الأولى، وإذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم لأن الضمة أقوى من السكون فأكتب الهمزة على واو، والحالة الثالثة إذا كانت مفتوحة وما قبلها مضموم لأن الضمة أقوى من الفتحة لذا أكتب الهمزة على واو. ولا ننسى أن الحرف الذي يناسب الضمة هو الواو، والحرف الذي يناسب الفتحة هو الألف، والحرف الذي يناسب الكسرة هو النبيرة. أحسنتم. تكتب الهمزة على نبرة في الحالات التالية. أكتب الهمزة على نبرة، نبرة على نبرة إذا كانت مكسورة، قائد، مسائل، مائدة. إذا كانت الهمزة مكسورة فإني أكتبها على نبرة، وإذا كانت ساكنة
وما قبلها مكسور ساكنة، وما قبلها مكسور مثل بئر ومئذنة. تعلمون أن الكسرة أقوى من السكون، لذا أختار الحرف الذي يناسب الكسرة وهو النبيرة، وهو النبيرة. إذا تكتب الهمزة على نبيرة إذا كانت مكسورة مثل قائد، أو إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور والكسرة أقوى من السكون، لذا أختار الحرف الذي يناسب الكسرة وهو النبيرة. لذا تكتب الهمزة هنا على نبيرة. سأعيد بشكل سريع الحالات العامة للهمزة المتوسطة قبل أن نتحدث عن بعض الحالات الاستثنائية للهمزة المتوسطة. تكتب الهمزة المتوسطة على ألف إذا كانت مفتوحة، إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح، وتكتب الهمزة على واو إذا كانت مضمومة، أو إذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم، وإذا كانت مفتوحة وما قبلها مضموم، وتكتب الهمزة على نبيرة إذا كانت مكسورة، وإذا كانت ساكنة وما قبلها مكسورة. وأعيد بأن الكسرة يناسبها النبيرة، والضمة يناسبها الواو، والفتحة يناسبها الألف، والسكون هي أضعف الحركات، وأقوى الحركات هي الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون. أحسنتم. أمامنا الآن بعض الحالات الاستثنائية في كتابة الهمزة المتوسطة. سابع، اكتب الهمزة منفردة على سطر إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة. إذا كانت الهمزة التي أمامي مفتوحة حركتها الفتحة وما قبلها ألف ساكنة، فإنني أكتب الهمزة على سطر منفردة مثل تساءل، تفاءل، عباءة، قراءة، إضاءة. إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة، فإنني أكتب الهمزة منفردة على السطر. أعيد، إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة، فإنني أكتب الهمزة منفردة على السطر، منفردة على السطر. والحالة الثانية كذلك، إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها واو ساكنة، فإنها تكتب منفردة أيضا على سطر. إذن الحالة الأولى والثانية نفس الشيء. إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة أو واو ساكنة، فإنها تكتب منفردة على سطر، مثل مروءة، نبوءة، مقروءة. إذا كانت الهمزة يا سابع مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة أو ما قبلها واو ساكنة، فإنها تكتب على سطر منفردة. إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة، فإنها تكتب منفردة، وإذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها واو ساكنة، فإنها تكتب منفردة. ثالثا، إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة، فإنها تكتب هنا على نبيرة. اختلفت الحالة هنا. إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة، فإنني أكتبها على نبيرة، مثل كلمة مليئة. انتبهوا معي، الهمزة مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة، فإنني هنا أكتبها على نبيرة. أحسن. إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ألف ساكنة أو واو ساكنة، فإنها تكتب منفردة على سطر. أما إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة، فإنها تكتب على نبيرة. أحسنتم طلاب. عزلتم طلابي إلى حسن الاستماع. سوف نقوم بحل تدريبات الكتابة بعون الله تعالى الحصة القادمة. الحصة
القادمة. ألقاكم بعون الله وتعالى الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.